وطبعا يعني من الناس المحترمه اللي بجهده قدر ان هو يصل لهذه المكانه. يا عزم مساء الفل ومليون مبروك. مساء الفل عليك دكتور ايهاب، وطبعا الحوار ممتع جدا جدا، حضرتك محاور جيد ومعاك. انا ساكت يا كابتن شريف، هو اللي نازل عليا، انا ساكت. لا كابتن احمد معايا يعني. النجوم الكابتن شريف كان ممتع، وهو لاعبا ومدربا، وكذلك الكابتن احمد صلاح كان لاعب كبير ومدرب كبير. بس الكابتن احمد صلاح دخل سوق عليك، بس في الاول كده بقول لك كنت تتواجد وما هوش عارف ان ايهاب الكومي قاعد قدام بوابه الاتحاد 24 ساعه. لا 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 ده حبيبي. لا انا عارف. حبيبي يعني الاول مبروك مبروك المنصب الجديد، وبنتمنى لك التوفيق ان شاء الله. الله يبارك لك. بروم الانديه الجماهيريه الكبيره، وان شاء الله انت قدها ودود باذن الله. بس فكروا بقى عزم في الماتش اللي بعد كده، يعني الاولاني ما تفكرش فيه. اللي انت الاولاني انت مشيت خلاص. هو بس هو قلبه على فرقته. قلبه عليك. انا قلبي دلوقتي. انت عندك الماتش الاول مين؟ ديكيرنس المجد مع المجد في اسكندريه. اه مع المجد في اسكندريه مباراه. انا حابب اشكر يعني عندنا الهلال هنا بطبع ان شاء الله الماتش اللي بعده. وعند ان شاء الله انا حابب طبعا اشكر مجلس الاداره برئاسه الحاج احمد ابو ضحى. الراجل مشكورا كلمني، استاذنته طبعا في 48 ساعه لدراسه الامر. وبعدها اتكلمت طبعا معاه في حضور الوجود المدير الفني الكابتن عبد اللطيف الدماني اللي شجعني جدا على التواجد. حابب اشكر يا دكتور ايهاب جمهورنا بارو كبير العريق على حسن الاستقبال. النهارده كنت في النادي وتواجدت. ده مباراه وديه اهوت الكابتن عادل جعفر طبعا، رشاد الزعفران، الحاج احمد ابو ضحى موجودين. طبعا كمان الحاج محمد العدوي واعضاء مجلس الاداره كلهم النهارده في مباراه الزعفران، فاز فيها نابوروه 3-0. وحابب اوضح طبعا ان نابوروه طبعا. هو انت مصاب ولا حاجه يا عزمي؟ مين؟ مصاب؟ مين؟ عشان انا شايفك حاطط رجل على رجل، قلت يبقى مصاب. لا لا لا، المنصب المنصب ده المنصب يعني. ماشي. لازم اخطفك برضو كده. ده يا دكتور انت حبيبي. الله يكرمك حبيبي، وانا حابب اشكرك انت شخصيا، لان انت عارف ان انا باخد رايك في كل حاجه، وانت من الناس اللي قلت لي. ربنا يوفقك ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقك ان شاء الله باذن الله. ان شاء رب العالمين هنعمل حاجه جيده باذن الله. حابب اقول لك طبعا ان احنا كان ينقصنا في نابوروه، والناس النهارده في اول اجتماع كابتن شريف كابتن احمد النهارده في اول اجتماع مع مجلس الاداره، اجتمعنا مع مجلس الاداره الساعه 3، قعدنا حوالي ساعه واتفرجنا على الماتش، وبعد الماتش عملنا اجتماع مع الجهاز الفني، اتكلمنا كمان ان احنا كان ينقصنا حاجات كتير، ان شاء الله يتطور المجلس المركز الاعلامي. طبعا كان موجود الاستاذ حسن صبري، لكن هو اخونا الفاضل باستقالته طبعا النهارده لانشغاله. خساره خساره كبيره بينهم. وطبعا في الموقع الكبير الاستاذ حسن انسان محترم طبعا، نتمنى له الخير والتوفيق. ان شاء الله نقعد مع بعض الشخصيات المصورين بكره، والديزاين وان شاء الله حلقينا. انت هتبقى موجود معنا قريب وتشرح لنا بقى ما سيدور. ان شاء الله. كابتن بدر وشرف طبعا موجود برضه. اتفضل. هاخد منك ثواني اشكر مجلس الاداره، الحاج احمد والاستاذ عبد الهادي والاستاذ اسامه صلاح والاستاذ امام والاستاذ عبد الكريم والاستاذ حسن والكابتن صلاح والكابتن سمير والاستاذ محمد ابو طالب واحمد ابو كامله والاستاذ ابو المعاطي الغلبان المدير التنفيذي، وشكر خاص لمحمد ابو ضحى والجهاز الفني والاداري والطبي بالكامل يا دكتور ايهاب. وشكرا بالتوفيق. لحضرتك بالتوفيق ان شاء الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله. اشكرك يا عزمي. موفق ان شاء الله باذن الله. حاجه سعر بصندوق، انا هطلع سعر.